الله يجعلكم يا ربي، والله يعطيكم ان شاء الله الخير والستر والعافيه. يسلمك يسلمك ان شاء الله اجمعين. ايه ام محمد، يعني الحين فرحانه انا من البارحه لين اليوم، واحد لين ما جو انامه. ان شاء الله يا ربي هاي الفرحه تدوم بقلوبكم يا ام محمد، وان شاء الله الجاي بعد يفرحكم اكثر ان شاء الله بتواجدكم في مناطقكم. الله يسلمك ويخليك، والله العظيم شو انا يعني فرحانه لكودة ارجع لمنطقتي وارجع لبيتي واشوف ابي، يعني اقل ما يكون اريد اشوف امي وابوي صار لي سنه ما شافتهم. يا عيني عليك، ان شاء الله يا ام محمد ترجعين وتقر عينك بشوفه امك وابوك ان شاء الله وعائلتك، وان شاء الله ترجعون سالمين امنين ويلتم شملكم مره ثانيه. الله يسلمك، والله يا اختي العزيزه حتى لو اول اقرب اقرب بس المهم يعني التقي باختي واخويا وامي وابويا، هاي عندي كافي. اكيد يعني هذا احنا اتفقنا عليه انه الاهم هو عودتكم، ومن ثم المهم هي اعاده المناطق. ان شاء الله يوم اللي تخابرينا وتتصلين بينا وانت من منطقتك ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اشكرك ام محمد وتحياتي لك ولعائلتك، وان شاء الله اتمنى لكم عوده ميمونه باذن الله، وان شاء الله نسمع الاخبار الطيبه المفرحه اللي بالفعل يعني فرحنا كثير وشفنا هذا الامل من خلال المبادرة اللي قاموا بها المجتمعين يوم أمس من أجل إعادة النازحين لمناطقهم، من أجل إعادة السلم الأهلي بين الناس وبين أهل البلد الواحد، وإن شاء الله دائما موحدين سالمين آمنين وين ما كنتوا بالعراق إن شاء الله.